بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا شهداء الثورة السورية، ثورة العز والكرامة. رداً على المجازر الجماعية والقتل الممنهج، أعلن أنا العميد الطيار الركن طلال محمد مطر من مرتبات المقر الموحد الشمالي. أنا الملازم أول سامي طلال مطر من مرتبات قيادة الفوج 46 قوات خاصة. أنا الملازم لله خالد طلال مطر مرتبات كلية الجوية. نعلن انشقاقنا عن قوات الأسد القاتل المجرم الظالم الذي انتهك الأعراض ودنس الحرمات وقتل الشيوخ والأطفال والنساء على امتداد تراب الوطن الغالي، وخاصة في مدينة الرستر التي تتعرض لأبشع المجازر والجرائم بحق الإنسانية جمعاء. كما أعلن انضمامي إلى القيادة العسكرية المشتركة للدفاع عن المدنيين واسترجاع الكرامة المسلوبة لكافة أطياف الشعب السوري العظيم. كما أناشد العشائر كافة وأخص عشيرة الناصر من الولدة أن ينضموا بهذه الثورة وأن يلتحقوا بركبها، وأقول لهم أين أنتم مما يحدث؟ انضموا إلى صفوف الثورة السورية العظيمة قبل فوات الأوان. عاشت سوريا حرة أبيّة.